ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء، حيث انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال منتدى تعزيز الأمن الغذائي بمشاركة نخبة من أبرز أقطاب القطاع الزراعي في المنطقة. قبل طرح هذا الملف للنقاش سنتابع أولا تقريرا عن أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج وفرصها الاستثمارية في هذا المجال. يواجه قطاع الإنتاج الزراعي في دول الخليج العربي تحديات كثيرة تتلخص في ندرة الموارد الزراعية وشح المصادر المائية، ويقدر إجمالي المساحة المزروعة في المنطقة بحوالي 4,700,000 هكتار، أي ما يمثل 1.8% فقط من المساحة الإجمالية، بما يحول دون تحقيق دول الخليج للاكتفاء الغذائي، ويزيد من اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية لتلبية 85-90% من احتياجاتها الغذائية. يعني هناك بعض الأرقام، ولكن ما زالت يعني الأرقام دون المستوى، دون سقف طموحاتنا. لا ننسى أن الفجوة الغذائية 35 مليار، وهي تبين حجم الفرص الاستثمارية اللي ممكن تستغل مدام في هناك فجوة، واللي يتوقع أن تتضاعف هذه الهجوة في عام 2030 لتصل إلى 96 مليار إذا استمرت مستويات الإنتاج الزراعي يعني في هذا إذا لم تتغير. وتستخدم الدول العربية ما بين 60-80% من كمية المياه في نشاط الزراعة، بينما تحصل على ما يقارب من 60% من المياه من خارج أراضيها، وهي مياه سطحية في مجملها. في دول المنطقة، دولنا في المنطقة العربية، هناك فقط دولتين اللي كمية المياه فيها أكثر من 1,000 متر مكعب للشخص في السنة، وهناك 5 دول اللي كمية المياه فيها ما بين 500 و1,000 متر مكعب. وبالتالي بشكل عام، إذا ما عرفنا بأن الحد الفقري المائي هو 1,000 متر مكعب للشخص في السنة، فإحنا معظم الدول العربية هي فقيرة مائيا. وهذا بيؤدينا إلى نقطة أخرى، وهي دول الخليج. دول الخليج كمية المياه الموجودة فيها للشخص لا تزيد عن 200 متر مكعب بالسنة، وهذا أقل من الحد اللي ما يسمى بالفقر المائي المدقع، وهو 500 متر مكعب في السنة للشخص. تشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى إمكانية ارتفاع فاتورة الغذاء المستورد في دول الخليج إلى نحو 85 مليار دولار بحلول عام 2020، بمعدل نمو بنسبة 67% مقارنة بمستواها الحالي. ومن هنا تبرز أهمية تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة عبر الإدارة الرشيدة لقطاع الزراعة والمياه. وتقوم دولة الإمارات باستثمارات ضخمة في هذا القطاع، حيث يتجه قسم كبير من الأموال إلى مصر والسودان، وتستحوذ الإمارات على 45% من الاستثمارات الخليجية في قطاع الصناعات الغذائية، على نحو يمثل 13% من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاع. رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي السيد محمد بن عبيد المزروعي الذي ظهر في التقرير سيكون ضيفنا في الاستوديو لمزيد من التفاصيل. أهلا بك ومساء الخير سيد محمد. يعني خلال مداخلتك في هذا التقرير ركزت على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي، كيف يمكن الإقناع بذلك في ظل عقبات كثيرة أمام الاستثمار في هذا المجال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني وسائل الإقناع عديدة، ولكن أهم شيء أقدر أقوله أن هناك في طلب على المواد الغذائية، في حاجة، ما دام في حاجة في سوق. وأعتقد أي مشروع سواء كان زراعي أو غير زراعي لابد من دراسة جدوى، وفي دراسة الجدوى هناك مؤشرات مالية تبين العائد المتأتي من هذا المشروع أو من الاستثمار في هذا المجال. فأعتقد باستخدام التقنيات الحديثة وبوجود إدارة واعية ومتمكنة وعندها المقدرة، ممكن يعني تحقق عوائد، وعائد مجزية وكبيرة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي يمكن تعترض أي مشروع زراعي. طيب، يعني لماذا إذن لا يدخل المستثمرون هذا المجال، وهناك دائما تخوف من الاستثمار في القطاع الزراعي تحديدا رغم ما تحدثت عن من نتائج جيدة في هذا الاستثمار؟ نعم، طبعا مقارنة الاستثمار في القطاع الزراعي بقطاعات أخرى مثل العقار، المخاطر أقل. أكيد أن التوجه للقطاعات الأخرى ذات الخطورة أو المخاطر الأقل سوف تجذب مستثمرين، ولكن هناك مستثمرين متخصصين ولديهم الرغبة في الاستثمار في القطاع الزراعي،
وأدل على ذلك وجود المنتجات الغذائية والزراعية في الأسواق. لو تدخل أي سوبر ماركت تجدها يعني متنوعة بالمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، وهذا ما يدل على أن هناك سوق. فرغبات الناس تختلف ورغبات المستثمرين تختلف، فلكل يعني لكل سوقه ولكل هدفه. طيب، يعني منتدى هذا العام يركز على أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، ألا تعتقد يعني أن الفجوة الغذائية أكبر من أن يعني يتم تغطيتها من خلال جهود صغار المزارعين؟ الحقيقة طبعا تغطية الفجوة الغذائية يحتاج جهد كبير، ويحتاج يعني جهد مشترك من جميع الجهات، الحكومة، القطاع الخاص، صغار المزارعين، منظمات إقليمية، منظمات دولية. ولكن بما أن صغار ومتوسط المزارعين يشكلون 80% من الإنتاج الزراعي، فأعتقد هذه نسبة وشريحة كبيرة لو كان الاهتمام والتركيز فيها سوف يكون لذلك أثر كبير وانعكاس على الإنتاج الزراعي وتوفير المواد الغذائية التي يحتاجها أفراد المجتمع. ودعم هذه الشريحة سواء بتوفير وسائل التسويق أو في عمل البنية التحتية لهؤلاء المنتجين، توفير التمويل اللازم، إرشادهم إلى استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، سوف يكون فرق كبير وانعكاس كبير، وبالتالي لابد من الاهتمام بهم. بالإضافة لا ننسى الاهتمام بالفئات الأخرى التي تدخل في الإنتاج الزراعي. نعم. طيب، يعني هناك يعني منتديات وملتقيات كثيرة في المنطقة تهتم بموضوع الأمن الغذائي، وكثر الحديث يعني خلال السنوات الأخيرة حول هذا الموضوع ومخاطره، لكن هل هناك في ظل الحديث عن هذا الخطر استراتيجية موحدة لدى الدول العربية أو على الأقل دول المنطقة، دول الخليج؟ الحقيقة حسب علمي ومعلوماتي نعم، هناك استراتيجية عربية وهناك استراتيجية خليجية، وهناك جهود حقيقة كبيرة تبذل في هذا الجانب سواء من دول الخليج أو من الدول العربية، ولكن لابد من لكن يبقى الحديث عن الفجوة والمخاطر كما هي رغم كل هذه الجهود. نعم. ما الأسباب في رأيك؟ طيب، طبعا الحجم الفجوة كبير جدا، ويمكن في عام 2013 تصل الفجوة إلى 35 مليار، وسوف تتضاعف هذه الفجوة لتصل إلى 96 مليار في عام 2030 إذا بقيت مستويات الإنتاج على وضعها الحالي. فلابد من مضاعفة الجهود، لابد من تقديم تسهيلات أكبر وحوافز أكثر وتوفير البنية الأساسية للقطاع الزراعي في جميع الدول العربية، ولابد من استغلال المزايا النسبية والتنافسية في عدد من الدول العربية ذات هذه المزايا. يعني في عندنا كثير من الدول يعني لديها موارد زراعية ولديها مزايا نسبية ولديها إمكانيات كبيرة، فالمفروض توظيف أو استغلال هذه المزايا. يمكن أن نرتقي بسد الفجوة الغذائية إلى مستويات تكون على الأقل قريبة من الهدف. يعني دائما يربط مسألة التطوير في مسألة الزراعة بأهمية استخدام التكنولوجيا، دور التكنولوجيا في يعني مسألة الاستثمار الزراعي وتغيير هذا الواقع وسد هذه الفجوة، كيف يعني توصفه؟ والله نعتقد لابد لنا خاصة نحن في دول الخليج من استخدام التكنولوجيا في الزراعة، لأنها تعمل فرق كبير وتعمل يعني أثر كبير، وسواء كان للمستثمر أو للشركة أو للقطاع الزراعي، لأن في دول الخليج ما نملك حقيقة موارد، ظروف المناخ صعبة، لا توجد التربة الصالحة للزراعة، لكن باستخدام التكنولوجيا ممكن نزرع الزراعة تكون بدون تربة، عمل البيوت المحمية، الري الحديث، وسائل الري الحديثة، وحتى ممكن يعني وصلت إلى استخدام الأقمار الصناعية في سقي وري المزروعات، وحتى استكشاف مزايا الأرض وتحليل التربة وما هي المحاصيل التي تصلح لها. فالتقنية الآن أصبحت يعني مهمة جدا، خاصة في دول ما تملك مقومات زراعية مثل دول الخليج. يعني من ضمن هذه الأفكار يعني كانت مسألة التكامل الغذائي من خلال تجارب الاستثمار في دول عربية أخرى مثل السودان التي سميت بسلة الغذاء العربي. يعني هل مثل هذه التجارب واقعية
الآن ومثل هذه الأفكار لا زالت مطروحة في ظل التقلبات السياسية المتسارعة في المنطقة سيد محمد؟ طبعا ما في شك أن يعني أي استثمار يتطلب استقرار ويتطلب هدوء في الأوضاع حقيقة، ويتطلب يعني مدى زمني بعيد. لذلك أنا ما زلت أرى حتى في ظل هذه الظروف يعني ما زالوا البشر والمجتمعات تحتاج للغذاء وتحتاج أن تأكل وتشرب، ولا بد لها من الاستمرار الحياة واستمرار المعيشة. فحتى في ظل الظروف الحالية لا بد من الاستثمار في القطاع الزراعي وإنشاء عدد أو العدد المناسب من المشاريع الزراعية وضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المشاريع واستغلال أقول المزايا التنافسية والنسبية في عدد من الدول العربية، ويصير تكامل وتبادل التجاري الزراعي البيني بين الدول العربية. نعم. ولا بد من وجود تسهيلات وأنظمة وتشريعات وقوانين تسهل عملية التكامل وإقامة هذه المشاريع. لكن هذه نقاط عدة، لو سألناك عمليا ما هي الخطوة الأهم اليوم للبدء بالخروج من مسألة التبعية الغذائية وأيضا يعني ردم هذه الهوة؟ ما في شك لمواصلة هذه الجهود والاستمرار بإنتاج ما نحتاجه من غذاء في الوطن العربي. لا يمكن طبعا لدولة واحدة في الوطن العربي أن تستغني عن بقية الدول العربية، خاصة في ظل عمل عربي مشترك موجود صار لفترة زمنية. أنا أعتقد استغلال هذه الظروف، استغلال العلاقة التي تربط الدول العربية والمساحة الممتدة والتواصل الجغرافي، استغلال الظروف المناخية والموارد الزراعية والطبيعية المتوفرة في الوطن العربي المختلفة، في بعض البلدان تصلح محاصيل قد لا تصلح في بلدان أخرى، في بعض الدول توجد إمكانيات وموارد مالية يمكن ما توجد في دول أخرى. لو تم تكامل وربطنا هذه العناصر مع بعض أكيد إن شاء الله بنحقق الهدف المأمول. أشكرك سيد محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة للحديث معك. حياكم الله. شكرا.